البيضاء في هذه المسيرة اللي تنظمها الكونفدرالية الديمقراطية للشغل بالمساهمة والمشاركة ديال المجموعة ديال التنظيمات السياسية والجمعوية والنخبية اللي كتجي في إطار المسلسل النضالي اللي عندنا في الموسم الاجتماعي الجديد 2017-2018 واللي كيندرج في السياق ديال النضال المتواصل من أجل مطالبة العودة للإنتاج داخل مصفات المحمدية واللي كنعتبروا بأنه مسؤولية الدولة كنكرروها بأنه ثابتة في الموضوع لا من حيث الاصل ديال الخصوصه اللي وصلتنا لها شي ولا التهاون ديال الدوله في هذا المسار ديال هذا الملف. واليوم كنقولوا بانه الحكومه المغربيه عندها مسؤوليه ديال التدخل العاجل للانقاذ ديال هذه المقاوله من الافلاس والضياع ديال مجموعه ديال الحقوق والمكاسب اللي كتوفرها هذه المعلمه الاقتصاديه. وحنا يعني المقترحات ديالنا واضحه، كنطالبوا يا اما بالتدخل بشكل او باخر للاذن باستغلال ديال هذه المقاوله في اقرب الاجال، او انه الدوله تساعد في ايجاد مستثمر خاص اللي يمكن يقوم بهذه المهام ديال التدوير ديال هذا الانتاج، او انه الدوله عندها مسؤوليه ديال الدخول بالشراكه في قطاع خاص كما بدات الاسامير في العهد الاول مع الايطاليين على اساس هذه المقاوله ترجع للاستغلال ديالها. وفي هذه المناسبه حنا كنقولوا المطلب ديالنا الاساسي على انه الرجوع ديال هذه المصفات للاشتغال كيوفر مجموعه ديال المصالح بالنسبه للاقتصاد الوطني، على راسها المشكل اللي كاين اليوم في المخزون الاحتياطي ديال النفط والاسعار المطبقه حاليا التي لا تستقيم مع السعر الدولي المعمول به، وكذلك